مؤخراً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجارب لمراهقين مع الفيتامينز على شكل حلوة، معتقدين أنه هذه الفيتامين لها فوائد وتساعد على النمو وعلى زيادة الطول وتحسين الصحة بشكل عام، وهذا الشيء خلى الكثير يندفعون عشان يجربونها. لكن هل فعلاً هذا الحلوة لها فوائد حقيقية ولا لها مخاطر خفية؟ رح نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا دكتورة نوف الزغيبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة نوف. أهلا وسهلا حبيب، تحياك الله. دكتورة نوف، يعني أنت شو رأيك في الكلام اللي إحنا قلناه في البداية؟ المكملات الغذائية هي تكملة للوجبة الرئيسية اللي مفروضاً أنت تاخذينها through the day. يعني خلال اليوم أنت عندك تقريباً 3 وجبات رئيسية تاخذين فيها المواد اللي يحتاجها جسمك، سواء معادن أو فيتامينات أو كالسيوم أو أي مادة يحتاجها الجسم. فأز سبلمنت اللي هي المكملات الغذائية تاخذينها حتى تكمل الناقص. مثلا في شيء اليوم انت ما اشتهيتي سلطة، ما اشتهيتي مثلا تاكلين حاجة فيها بروتين، فالسبلمنت مجرد تكميل وليس استبدال للوجبة الرئيسية. طيب وش رايك بالقمي؟ هو القمي ليتلي منتشرة، يعني في الآونة الأخيرة انتشرت القميز علشان أسهل بالابتلاع. في ناس ما يحبون الحبوب والموية، يستصعبون الموضوع، شكلها أجمل، يعني أتراكتف للأطفال للمراهقين، لنا إحنا بعد يا النساء بشكل خاص. طعمها ألذ لأن فيها سكر وفيها يعني مواد تحسن الطعم هذا، فهذا الشيء اللي خلى الناس يتوجهوا لها في الفترة الأخيرة. طب وش اللي يخليني أنا كشخص عادي مثلاً ما أشتكي مثلاً من شيء معين يخليني أخذ هذه الفيتامينات، وكيف أقرر أني أخذ هذه الفيتامينات وعلى أي أساس أخذها؟ لأنه في ناس يأخذون المالتي فيتامينز وخلاص يقول لك كذا ما فادتني ما راح تضرني، فأنت وش رأيك في هذا الموضوع؟ هو وسائل التواصل الاجتماعي ليتلي قاعدة تتداول مالتي فيتامين، هذا كويس، هذا يطول الشعر، هذا يطول الجسد الطفل، هذا يساعد في النمو. أنت عشان تقررين إيش الشيء المفيد لك أكيد طبعا راح تروحين للطبيب مليون بالمية، بتسوين تحليل دم كامل، تشيكين على هرموناتك، تشيكين على المعادن، الفيتامينات اللي موجودة، واللي ناقص الطبيب طبعا راح يقرر هو إنه يزودك فيه. وش رايك في اللي يقولون إذا منفعت ما راح تضر، أنا بس أخذ مالتي فيتامين وخلاص؟ في حاجة اسمها تسمم الفيتامينات. أوكي. جسمك يمتص الفيتامينات زيادة عن اللزوم، يصير فيه أعراض لتسمم الفيتامينات. إذا الشيء ما تحتاجينه أنت إذا أخذتيه يعني يضرك أكيد، it will accumulate in your body، يعني بيصير فيه ترسب ويوصل لمرحلة التسمم وراح يتضرر جسمك بدل ما أنت تفيدينه ضرتي. على طار التسمم الفيتامينات، أنا أتذكر صار لي شيء من هذه الأشياء، طلعت علي بإكزيما. Yes. ولعبت في يدي وفي جسمي بشكل مو طبيعي. نبي كلمة توجهينها للأمهات اللي تقول إنه هذه الجاميز أو هذه الفيتامينز مناسب للأطفال، لأنه ممكن يطول بنتها مع إنه أو ولدها، لأنه عندهم مشكلة في العائلة اللي هو قصر القامة. طبعا عشان تحدد صحة الطفل أو نموه في عوامل كثيرة تأثر على الموضوع، من أهمها زي ما أنت تفضلتي وقلتي الجينات الوراثية. الشيء الثاني التغذية، الشيء الأهم اللي كثير كثير أمهات الآن يعني نسوه، أن الطفل لازم يلعب باسكت بول، يسوي رياضة، يتحرك، لأن أنك تعتمدين على سبلمنت عشان طفلك أو بنتك تكبر أو يطول، هذا سبلمنت مجرد شيء إضافي أنت تساعدينه في حال أنه كان ناقص في الطفل. طيب لو في حال أيضا في شريحة كبيرة من المجتمع أو الناس تقول لك أنا ما أحب السبلمنت، ما أحب هذه، فأنا ودي أنه أنا أكون يعني غذائي متكامل ولكن من المصدر الطبيعي والمصدر الرئيسي، فكيف ممكن أنا أنظم جدولي وعلى أي أساس أنظم جدولي؟ لأنه ما ودي أني أنا أخذ شيء ممكن يكون already زي ما تفضلتي في حديثك دكتورة في البداية يكون already مرتفع في جسمي كفيتامينات وأقصر في شيء ثاني. أنا دائما أحب أنك تخططين لأكلك، شفتي كيف الجيمناستيك يحبون يسوون جدولهم؟ أنا أحب أنك تخططين لأكلك سواء لك أو لطفلك أو لعائلتك. مثلا إحنا أول لما كنا أطفال ماما كانت تقول كل جمعة لازم ناكل سمك. صحيح. الويكند. صحيح. لأنه يعوض اليود اللي في الجسم، واليود مرة مهم للغدة الدرقية، أنتم عارفين هالشيء. ف
فإنك أنت تحاول إنك تخطط الجدول الغذائي لك خلال الأسبوع، أول شيء راح تحب الأكل زيادة، راح تغير، راح تنوع. إحنا طبعنا كبشر نمل، فعشان أنك تغطين كل الاحتياجات من الخضار أو الفواكه أو البروتين، خططي جدولك الأسبوعي. جميل. طب الأضرار المحتملة لاستهلاك الفيتامينز سواء كانت قمية أو تابلت بالنسبة لمرض السمنة ومرض السكري من غير استشارة الطبيب؟ صحيح، في ناس كثير راح عن بالهم أن موضوع القميز فيه سكر، والسكر فيه كالوريز، الكالوريز تزيد، يستهينون في أنه طب ليش قاعد يزيد وزني، طيب الموضوع فيه سكر. برضو مرضى السكر لازم يصير فيه كنترول على الموضوع، يأخذون إنسولين وبنفس الوقت دخل في جسمه السكر، بيصير فيه تضارب، حتى أدويته ما راح تشتغل معه. فالأفضل أنا يعني كدكتورة صيدلانية يعني أفضل أنك تأخذ احتياجك من المواد المعدنية أو الفيتامينات عن طريق الأكل، ويقرر الطبيب بحسب التحاليل اللي راح يسويها لك والفحص الطبي إيش أنت تحتاجه. طيب بما أننا يعني اليوم أعتقد نعيش حقبة زمنية الكل أو مو الكل، خلينا نقول كثير من فئات المجتمع قاعدين يأخذون حبوب تنحيف، أوبر تنحيف، يعني قاعدين يلجؤون لبدائل طبية. وفي نفس الوقت يعني أكيد أنت يعني دكتورة وعارفة هذا الموضوع، أنه يصير في نقص في الانتيك طبعًا. يصير في نقص إذا أنا ما حاكل، أكيد أنه جسمي بيكون محتاج عناصر غذائية كثيرة أنا حرمتها منها عشان أنحف بهدف النحف. فلما الشخص يبدأ يواجه صعوبات أو يواجه مشاكل صحية، تساقط في الشعر، قلق واكتئاب والأمور هذه كلها اللي أنت عارفتها دكتورة نوف، إيش ممكن يسوي؟ إيش الخطوات اللي المفروض يأخذها؟ اللي يستخدمون إبر التنحيف بالتحديد؟ هو إحنا استسهلنا إبر التنحيف كثير، دائماً الشورت واي أو الشورت كات أي شيء أكيد لها أضرار كبيرة وله جمهور بعد. طبعاً له جمهور. سهل إني أنا أنحف بشهر 5-6-7 كيلو، لكن أوكي هالكيلوات اللي أنا نزلتها إيش صار في جسمك؟ غير الترهلات أنت كجمالية أنت تفكرين أنا أبغى أنحف، أوكي طب هل جسمك وصل للليفل اللي أنت تبينه؟ طبعاً لا، لأن أنت وصلتيها شورت كات. الشورت كات راح تخسرين شعرك، بشرتك راح تحسين بالفرق، صح. جسمك راح يترهل سوري يعني، صح. غير لما أنت تصيرين مسوية جدول غذائي، مسوية جدول رياضي، نازلة بالتدريج بطريقة سليمة. أنا دائما أقول للناس ما أحب كلمة دايت، أحب كلمة لايف ستايل. غيري حياتك بالتدريج، أنت تحبين السكر على عيني وراسي، حاولي تقلين السكر شوي شوي، يعني لا تشربين قهوتك أو شاهيك بالسكر، حاولي أنك تدرجينها. أكيد يعني في النهاية صحتك هي اللي بتبقى لك. صحيح. يعني والصحة يعني دائما أقول فكري بالصحة قبل الشكل، لأن مجرد ما تهتمين بصحتك باي ديفولت تلقائيا شكلك راح يتحسن. أكيد. وجسمك راح يتحسن ومودك راح يتحسن. عموما دكتورة نوف أصغيبي صيدلانية، احنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا، نشكر لك قبولك هذه الدعوة، شكرا جزيلا. حياكم الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم، ولكن بعد الفاصل.